السلام عليكم. ما زالت الحرائق المهولة والتي عرفت عدة ولايات جزائرية تلتهم الأخضر واليابس، وخاصة في بعض مداشر ولاية بيجاية. وأحصت وزارة الداخلية ما لا يقل عن 15 قتيل ومئة المصابين وخسائر مادية فادحة، أين تم إجلاء العائلات إلى أماكن آمنة. وتداول ناشطون فيديوهات لأصحاب القوارب وهم ينقذون العائلات والسواح، أين تم تهريبهم عبر البحر بعدما حصرت النيران منازلهم وقراهم. ودعا ناشط من السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة كراء المزيد من الطائرات المخصصة لإخماد هذه الحرائق المهولة وفتح تحقيق في أسباب هذه الكوارث والتي تتكرر كل سنة بنفس السيناريو ومحاسبة الفاعلين.